سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم، هذه نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري. أعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني الكشف عن أكثر من 100 تابوت وما يزيد عن 40 تمثالا تنتمي للعصرين المتأخر والبطلمي، وذلك في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة. قال وزير الآثار في مؤتمر صحفي عالمي إن هذا الكشف يعد أكبر كشف أثري بمنطقة آثار سقارة والذي قامت به البعثة الأثرية المصرية. وأضاف أن الكشف يضم توابيت آدمية ملونة ومغلقة منذ أكثر من 2500 عام، عددها يفوق عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي. وأشار العناني إلى أنه سيتم نقل الكشف الجديد إلى المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة والمتحف المصري بالتحرير. طبيعة الكشف النهاردة هم أكثر من 100 تابوت مغلقين من العصر المتأخر والعصر البطلمي، أكثر من 40 تمثال لمعبودات ومسكات جنائزية زي ما حضرتك شايفين، كثير منهم مذهب. وياريت تتوقفوا بعد إذنكم عند التمثالين الكبار اللي واقفين على الشمال من الخشب، تمثالين رائعين اللي في الفاترينا لوحدهم على الشمال. كل ده طلع من 3 آبار في نفس المنطقة اللي أعلننا منها، البوباستيون أو منطقة الحمامات المقدسة. الكشف ده هيروح فين؟ لو حضراتكم بصيتوا على شمال دكتور مصطفى وزيري هتلاقوا اللي هو عاطف مفتاح ودكتور أحمد غنيم المسؤولين عن المتحف الكبير ومتحف الحضارة، ورا دكتور مصطفى أستاذ صلاح عبد الرازق مدير متحف المصري بالتحرير. فإذا عرفتوا الإجابة، التوابيت دي هتروح فين؟ هيتم تقسيمها بين المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير. من جانبه قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن عمليات التنقيب بدأت في منطقة آثار سقارة عام 2017 وما زالت مستمرة وسط توقعات بالكشف عن مزيد من التوابيت والتماثيل. كان أول كشف بعد أحداث 2011 تم في أبريل 2017 بمقبرة تسمى أوسرحات ب 1400 تمثال وتوابيت وإلى آخره ومومياوات. من هنا حسيت فايدة القائد اللي بيسند واللي بيقف مع رجالته. ليا الفخر إن أبقى رئيس لبعض البعثات المصرية التي استطاعت أن تذهل وتبهر العالم على مدار الأربع سنوات الماضية. شكر كل الشكر لصبري، لمحمد يوسف، لأحمد زكري، لحمادة، للرئيس مرعي، للرئيس مصطفى، لأشرف المرمم وكل المرممين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار على مستوى الجمهورية اللي قدروا مرة تانية يبهروا العالم بأعمال ترميم لم يكن لها سابقة لأي حد غير المجموعة المتميزة المصرية. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري زيارة إلى الكويت اليوم، يسلم خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية أيضا خلال الزيارة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح. وتتناول اللقاءات مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية. وفي إطار متابعة تطورات الأوضاع في منطقة الكركرات، تبادل وزير الخارجية سامح شكري الاتصالات مع نظيري الجزائري صبري بوقادوم والمغربي ناصر بوريطة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ بأن مصر مستمرة في متابعة مستجدات الموقف عن قرب وإجراء الاتصالات اللازمة بما يحفظ الاستقرار ويجنب المنطقة أي توتر.
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية أكدت أن المعبر الحدودي في منطقة الكركرات أصبح مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني يؤمن تدفق السلع والأفراد، وذلك بعد ساعات من إعلان المغرب إطلاق عملية عسكرية في المنطقة ضد جبهة البوليساريو بعد إغلاق أعضاء من الجبهة الطريق الذي تمر من خلاله شاحنات نقل بضائع من المغرب نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء. تفقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عددا من المنشآت الطبية في محافظة جنوب سيناء في إطار جولتها لمتابعة استعدادات المحافظة للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك متابعة خطة التصدي لفيروس كورونا. وبدأت زايد جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة طب أسرة رأس مسلة بالمحافظة والتي بلغت تكلفتها 17 مليون جنيه وتخدم أكثر من 5000 مواطن، واطمأنت على التجهيزات بالكامل. كما رجعت معدل التسجيل لملفات طب الأسرة بالوحدة التي بلغت 2900 ملف طب أسرة تم تسجيلها حتى الآن منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة من شهر أكتوبر 2019. وتعد وحدة صحة رأس مسلة هي إحدى وحدات الجيل الثاني التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تفقدت زايد مستشفى رأس سدر المركزي. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، كما أعلنت وزارة الصحة عن خروج 87 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100847 حالة. تواصل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي هاتفيا مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ورئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم وطبيب المنتخب الوطني للاطمئنان على نتائج المساحات الطبية للاعبين في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وذلك قبيل مباراة مصر وتوجو ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. كما اطمأن وزير الشباب والرياضة على حالة نجم المنتخب محمد صلاح، وذلك بعد ثبوت إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن حالة اللاعب جيدة وأنه يتم المتابعة وفق بروتوكول العلاج الطبي. كان اتحاد القرى قد أعلن أن محمد صلاح يتمتع بروح معنوية عالية. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان النتيجة النهائية للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج. كانت الهيئة قد تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها انتخابات المرحلة الثانية، كما تلقت تظلمات المرشحين. أهلا بكم مجددا. اتهمت الحكومة الإثيوبية قوات من إقليم تيجراي في شمالي البلاد بإطلاق صواريخ على منطقة أمهرة المجاورة الليلة الماضية، وأوضح بيان للحكومة أن الهجوم ألحق أضرارا بمطار مدينة جوندر. ومن جهتها أعلنت السودان أن احتدام المعارك بين الجيش الإثيوبي ومقاتلي تيجراي يدفع بأعداد كبيرة من النازحين إلى الفرار نحو ولايتي كسلا والقضارف شرقي السودان، لافتة إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية بما يستدعي تدخلات ومساعدات عاجلة. وقد حذرت الأمم المتحدة من احتمال خروج الوضع عن السيطرة في تيجراي، داعية إلى إجراء تحقيق شامل في التقارير التي تتحدث عن قتل جماعي وجرائم حرب في الإقليم. قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إن الحكومة الفرنسية ستبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى باريس عدم تأييدها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان أو العراق. تصريحات لودريان سبقت وصول بومبيو إلى العاصمة الفرنسية في مستهل جولة له في أوروبا والشرق الأوسط، ومن المقرر أن يبحث بومبيو مع المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم الرئيس مانويل ماكرون يبحث عددا من القضايا الشائكة على غرار الوضع في العراق والشرق الأوسط والملف النووي الإيراني والعلاقات الصينية.
أعلنت أذربيجان تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمني في إقليم ناغورنو كاراباخ بوساطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة هناك. يأتي هذا بينما أحرك سكان الإقليم منازلهم قبل المغادرة إلى أرمينيا تمهيدا لتسليم منطقة كاليغار غدا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 9 نوفمبر الجاري برعاية روسية، كما ينص الاتفاق على رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى وعودة النازحين. بلغت الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل أكثر من 184 ألف حالة إيجابية جديدة خلال 24 ساعة. أعلن حاكم نيويورك إغلاق المحال والمطاعم ضمن تدابير الإغلاق الجزئي بسبب كورونا، بينما دعا رئيس بلدية نيويورك أولياء أمور التلاميذ إلى الاستعداد لإعادة إغلاق المدارس الاثنين. وفي روسيا تم تسجيل زيادة يومية قياسية في الإصابات بكورونا بلغت 22,702 لحالة و 391 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات 1,903,000 حالات و 253 حالة، والوفيات 32,834 حالة، فيما تجاوز عدد الإصابات اليومية بالفيروس في كوريا الجنوبية حاجز 200 مجددا، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر الماضي، حيث تم تسجيل 205 إصابات جديدة منها 166 حالة عدوى محلية. وفي الفلبين تحسن الطقس وانحسرت مياه الفيضانات في العديد من المناطق عقب اتجاه اعصار فامكو نحو بحر الصين الجنوبي، وكان الاعصار قد ضرب شمال العاصمة الفلبينية مانيلا ما ادى الى مقتل 42 شخصا على الاقل وفقد نحو 20 اخرين، فضلا عن تدمير خطوط الكهرباء والحاق اضرار بالمنازل. وانقذت قوات الجيش والشرطة وفرق الاغاثة 10,000 من المواطنين في المناطق التي غمرتها المياه شمالي مانيلا، ولا يزال الجيش ينقذ المواطنين المحاصرين في بعض المجتمعات التي غمرتها الفيضانات. عودة مشاهدينا الكرام للإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر بشأن فيروس كورونا، حيث تواصل هيئة سكك حديد مصر إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وذلك عن طريق رش وتعقيم وتطهير محطات الركاب والقطارات من الداخل والخارج، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم. مشاهدينا الكرام للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ورش أبو غاطس مراسل أخبار مصر محمد عبد الصبور. محمد، كيف تجري عملية التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية؟ ضعنا في مزيد من التفاصيل. نعم، تحياتي لك يا زميلي عبد الله، تحياتي لمشاهدي تلفزيون مصر في كل مكان. الاجراءات الاحترازيه والوقائيه مستمره داخل مرفق سكك حديد مصر على مدار الساعه، سواء على مستوى الورش من خلال تعقيم القطارات من الداخل والخارج وكل ما يمكن ان يكون يعني محل لمس من قبل المواطنين حفاظا على سلامتهم وصحتهم، مرورا طبعا بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه داخل المحطات واستراحات الركاب وشبابيك التذاكر والى ما ذلك، حفاظا طبعا على صحة وسلامة المواطنين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. خلينا نقترب من المشهد أكثر مع المهندس محمود البطل مدير عام التشغيل بمرفق سكك حديد مصر. باشمهندس محمود، يعني كلمنا بشكل أكثر تفصيلا عن كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل هذا المرفق الحيوي والهام والذي يستخدمه طبعا ملايين المصريين في حركة التنقل يعني ذهابا وإيابا داخل هذا المرفق، وبنسمى يعني اتباع إجراءات احترازية وقائية كفيل تماما بضمان سلامة وصحة المواطن أو الراكب. هو احنا هنا في ورش تجهيز العربيات ورش أبو غاطس للحفاظ على سلامة الركاب، بيتم أولا بمجرد وصول القطار إلى المحطة النهائية بتاعته بيتم نزوله للورشة، بيتم غسيل العربيات من الخارج بمغسلة أوتوماتيكية بالمية والمواد الكيماوية.
ثم بعد ذلك بوصول العربيات إلى الورشة بتكون شركة الخدمات المتكاملة بغسيل العربيات من الداخل ونظافتها ونظافة دورات الماء. قبل قيام القطار مرة أخرى برحلة جديدة بيتم تعقيم العربيات من الداخل. جميع الأجزاء التي لمسها الراكب يتم تطهيرها وتعقيمها، سواء كانت المقاعد أو الأسطح الزجاجية أو الأرفف الموجودة بالعربيات. أيضا بيتم وضع لافتات داخل العربيات لتوعية الراكب بخطورة فيروس كورونا. أيضا بتقوم السكة الحديد بتطهير وتعقيم الاستراحات اللي بينتظر فيها الراكب داخل المحطات. يتم تطهير الاستراحات الرئيسية، المقاعد، الأرصفة. أيضا بتقوم السكة الحديد بتوفير الكمامات داخل شبابيك التذاكر، بحيث ان ما فيش راكب يدخل القطار الا وهو مرتدي الكمامة حتى لا يعرض نفسه للغرامة، لان اي راكب غير مرتدي الكمامة بيكون مشرف القطار مع الضبطية القضائية او داخل القطار بتحرير محضر له. يعني اذا هذا هو واقع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه داخل نعم واحد من المرافق الحيويه والهامه التي يستخدمها المواطن او الراكب المصري في حركه التنقلات، وهي يعني مرفق سكك حديد مصر. شكرا جزيلا لك محمد عبد الصبور، شكرا جزيلا لك. في تمام الثانيه بتوقيت القاهره ان شاء الله تاتيكم نشره اخباريه من التلفزيون المصري، والمزيد دائما عبر ماسبيرو دوت اي جي. الى اللقاء. الى اللقاء.